رح نشوف هذا الكتاب هو لمجموعة بلوكات حكينا شفنا منها المرة الماضية لمبادرات هاي مجموعة ل كورنيشات جوب الصين زخارف جوب الصين بشكل عام بس يعني هدفها منها نشوف مجموعة الأوامر فيها هلا بدنا نحكي هلا جايين نحكي على الزخارف هي يعني خلينا نقول أكثر شيء صعب بالماكس رح توصل لأنه خصوصا بالذات هيك زخارف فيها تحفير وهيك شغلات مثلا طونة ستيل مثلا كتير صعب بالماكس هاي بلاقي مكتبات جاهزة بس نحن كرسم يعني موضوع كتير صعب لحتى الواحد يكونه هو بس كأوامر عامة يعني بدنا نشوف انه ما رح تطلع برات الشيء اللي اخذناه يعني هاي كلها عبارة مثلا ممكن عن سويب مقطع ومسار مثلا بس هذا في ما هدول في عنا تحت هدول مثلا اللي شايفينهم هون هدول مثل نفس اللي طبقناها من شوي مثلا هاي خلينا نشوف هاي مثلا شايفينها هون كلها ممكن تطبق هاي اول طبقه بعمل بدون هدول اللي شايفين النفرات بعدين بنعملوا معي بكررهم شو كمان عنا تفاصيل هاي هدول معقدات اكثر بس ما رح يخرجوا عن هالموضوع على فكره يعني هاي بتنعمل معنا اذا تخيلتوها ما هي في وحده اوضح منها هاي مثلا يعني اذا احنا رسمنا المقطع المسار تبعه هيك وفتلناه بالاف دي بوكس وبالتيبر هالاوامر هاي بقدر اوصل لهيك شكل الموضوع صعب شوي بس بيطلع معكم بكل دقه اذا تعبتوا عليه بحرات الجبصين بالسقف كلها بتعمل بنفس الاسلوب شايفينه هون هاي طبقناها طبقناها مثل من شوي لما اشتغلت الزريعه ممكن تطلع معكم عن طريق الري كمان اعمدي اعمدي كمان لها تفاصيل كتير بس شايفين هون يعني ما رح تخرج برات الاوامر هاي هذا مثلا ذكر ستار اللي طبقته الستار واكسترود وتويست فبيطلع مثل ما هو ارضيات معينة هدول رح ناخذ زخارف من الماكس من الفونتات يعني عبارة عن خطوط ممكن نستفيد منها لا هي مصادر ولا بلوكات موجودة فعلا؟ لا موجودة بلوكات 3D بس معظمها هي في راي بتجي مكسي في راي يعني ما بالماكس العادي قليل بتطلع هيك شيء فهلا نحن رح ندخل على البلوكات و على الزخارف عفوا نفهم شو بدنا نتعامل معها بالماكس ورح نشوف كمان شوية تفاصيل تانية بأمر السويب الكورنيشات الخشب هلا نحن في شغلتين بدي انسخ لكم اياهم هذول كنت تنزلوهم عندكم اول شيء في عنا برنامج في عندكم مجموعة خطوط اللي هي عبارة عن فونتات يعني زخارف هذول تنزلوهم بل ما مجموعة زخارف لوحات خطية كاملة فممكن نحن ندخلهم كتكست على ماكس وفي برنامج هذا اسمه فونت اكسبلورر مشان يساعدكم بتشوفوا شو في بالوان فرح ننزل هذا البرنامج ونشوفه برنامج كتير بسيط هو يعني احنا الفكرة العامة بين ما ينزل بدنا نشوفه انه عندنا تكست فهي التكست ممكن انا بدل ما تكون كتابة ممكن تكون زخارف تعرفون الخطوط اذا متعاملين مع فوتوشوب فنفسه هاي ممكن نعملها اكسترود بتصير عندي زخرف يعني هذا الجو العام اللي نحن راح نشتغل فيه بظن بينزل بالويندوز عنا الـ RGA بس طيب خلنا ننزلوه next والخطوط بتعرفوا تنزلون بمجلد الويندوز بمجلد الفونت اللي بقلب الويندوز فهاي البرنامج هذا بس لما عينت الخط يرجينا يشوفي بقلبه زخارف هلا هاي الخطوط اللي موجودة عنا ما هيك موجودة عنا بقلب الويندوز في عنا مجموعة في عنا مجموعة منها معلش نفتح المسار شايفين عن هدول الخطوط فهدول كل واحد منهم اذا حررناه كل هدول زخارف ممكن نستفيد منهم لما عم ندخلهم على الماكس عم يدخلوا عباره عن شو
خطوط بس إذا تبع سبلاين يعني ممكن حررهم عدل عليهم، ممكن أخذ مثلاً بس شقفة منهم تعجبني. فهدول كلهم نعمل لهم إكسترود، ممكن نعمل لهم بيف نفصل فيهم أكتر، يا أما أحط بحرة بالسقف، يا أما مثل ما شفنا الزخارف المستعملة من شوي. وفي منهم لوحات خطية كتير حلوة يعني خرج، ممكن تطبقهم ك يعني إكسترود إذا مستعملهم كلوحة أو شيء، كمان ممكن هدول تستفيدوا منهم وبيطلعوا بكل دقة على فكرة بالماكس يعني بدون ما تروح دقيتهم. عندنا هذا الخط رح نزله إذا لمين أستور، يعني مثلا هذا الخط رح نجرب هاي الزخرفة طبعا ندخل عليها مشان أعرف هي أين حرف زر لمين. كوبي سمبل أز تكست، الخط اسمه أ جي إي أرابسكيو، المفروض يكون نزل معنا هون. رح أتأكد بس كوبي، ف هي الخط هذا اللي عنا اياه. رح ناخذ مثلا هاي الزخرفة في كوبي ونضيفها هون كنترول في، تمام. فبتطلع عندي كانها مثل ما حكينا اديتابل سبلاين. هاي نفسها ممكن نعملها بالموديفاي اكسترود، رح تصير عندي 3D ما هيك. او ممكن اذا بدنا نعقدها اكثر، بس هي ما بستعملها لا يعني لانه بتاخذ كثير ذاكره، ممكن نطبق لها بيفل، اعطيها اول شيء هايت بعدين ليفل 2 هايت مع اوتلاين، هي اوتلاين خفيف ناقص فاصلي شلون صارت حروفها ناعمة. يعني هاي ممكن لزخارف مثل ما شفنا شوي اذا في شيء تفصيل معين بدكم تضيفوها بزخارف جبصين نستفيد منها بهالشيء هذا. هيك نحن رح نتعامل مع الزخارف بشكل عام. اللي شفناهم بالكتاب هون اغلبهم كانوا يوصلون لهيك عن طريق هيك امر. ومثل ما قلت قد ما بتنزل عن تخطوط وكميات كبيره ممكن نوصل نحن لنتائج حلوه. هاي بس كانت ملاحظه عن موضوع التعامل مع الزخارف. هلا في ملاحظة تانية، انه نحن شفنا البيفل بروفايل ما هيك، في عنا فكرتين اساسيات. اذا رجعنا بس على، في عنا مثلا هذا العنصر، حكينا عن الزخارف، في عنا هذا العنصر اللي شايفينه هون. لما انا بدي اطبق يعني شوفوا عندي كورنيشي ماشي على قوس، تمام. بس هي شو شايفينه هون، شايفين شلون ماشي فات لي عليها. هاي اذا بدي اطبقها عن طريق السويب شلون رح تطلع معي؟ بدي اطلع مقصوصه من اولها ومن اخرها، ما رح تطلع معي هاي الفتله. فهي اضافي كمان رح ناخذها عن طريق امر ثاني. خلونا افهمكم بالضبط شو قصدي. رح اخذ هون الارك، رسمنا عباره عن ارك معناتها، وهي كورنيشي. رح ناخذ ال هاي أطل سموث، طبعا هون المفروض بس خلينا نسكرها. لأنه أنا بدي أستعمل حالتين، بدي أستعمل أول حالة إنه تكون مسكرة والثانية إنه تكون المقطع يكون مفتوح. ف نرجع نعمل لك كنترول A ويلد هون، هي فيوز ويلد. فمن هون رح ناخذ الخط هذا نعطيه اول حاله اللي احنا نعرفها سويب، او ممكن نتخيل سويب يعني ونعمل له مقطعين. بس مثل ما قلت اذا عملنا له هون الحاله هاي يعني ما رح يطلع الشكل اللي انا بدي اياه هون.
شايفين النتيجة كيف بدها تطلع؟ طب لا أنا ما بدي إياها هيك، شو بدي مثل ما شفنا هون بالرسمة؟ إنه تكون مكررة، تكون فات لفتل، عبارة عن تفصيلة معينة. وبرد بالكون يعني أصعب شيء بالماكس التعامل مع المشاريع خلال التراثية اللي فيها تفاصيل كتير، زخارف كتير، أعمدة، بين المشاريع الكلاسيكية والله فيلا مثلا بوكس وشبابيك يعني ما رح تاخذ وقت، بيبقى الفن فيها بالإخراج رح يصير بعدين. فهون رح ناخذ أول شيء فكرتها إنه بدي أعمل إكسترود للخط هاد، بعدين رح نعمل لها شيل وأعطيه سماكي. إضافة الشيل بيعطينا إضافة كتير حلوة، هي شيء اسمه بيفل إدجز، يعني يعمل له سماكي بنفس الوقت شو يعمل له؟ يعمل له بيفل بروفايل خلينا نقول مع السماكي. يعني هون برأيكم إذا أخذت قوس شو رح يصير؟ بدل ما يكون الشيل خط مستقيم رح يكون شو؟ عبارة عن قوس. خلونا ناخذها نحن عن طريق قوس صغير قبل ما أضيف هاي الكورنيشر، عمل هون آر نتأكد انه الجهة تمام، هاي الارك شايفينه، رح اقول له هون بالشل قل له بيفل قل له اعطيني هذا الارك، شايفين شو عمل لي؟ شايفين النتيجة؟ عمل شل بنفس الوقت شو عمل؟ الشكل هذا. طبعا حسب زاوية الارك رح هو يطبق له الشكل هذا. انا بدي اقول له ما بدي الارك، بدي اقول له اعطيني هذا، بس المفروض دائما الشكل شو يكون عندي بالشل؟ ما يكون مغلق مثل هالحالة هاي، لازم يكون مفتوح. فرح حرره، رح احذف هاي، نرجع ناخذ هون وبقول له بيك طبق هون، فشوف النتيجة اللي صارت معنا. شايفين النتيجة محلاها؟ يعني هاي اعقد شيء ممكن يمر معنا بالماكس، انه انا بدي طبق كورنيشن مع هالتفاصيل هاي. يعني بهيك امر تقريبا بكون ختمنا كل شيء ممكن يتعلق بالزخارف. هاي اصعب شيء، اخر حاله ممكن نمر عليها. ممكن هلا نطبق هي ملاحظات حكينا عنهم، هاي بس الفكره فيها انه حتى لو كان البيفل بروفايل مثل ما شفنا مقطع معقد او مسقط معقد رح يعطينا اشكال معينه. في عنا تفاصيل، مثلا هذا تمرين مطبق كمان ممكن نشوفه، عباره عن نصب ماشي. الزخرف هاي مأخوذة من تيكس، هاي صورة حقيقية بس مطبقة هلا بنشوفه فيديو، مأخوذة من تيكس ومكررة، والنصانيات كلها عناصر معروفة، لاين وليث، الجرة لاين وليث، هاي عبارة عن لاين وإنابل إنابل. فبس هاي فكرة يعني شلون بنضيف الزخرفي على الجسم. هلا في عنا تمرين بدنا يعني نمر عليه بس ما رح ناخده نحنا كتير، موجود معنا من قبل. خلينا نشوف، هو تمرين عبارة عن ساعة، ساعات القدماء. ورح ناخذ فكرة تاني كمان موضوع التفاصيل. هاي هي إذا بدنا نفكر نصمم هيك تمرين. هلا أول شيء التمرين هذا شامل لكل شيء أوامر أخذناه هون بالماكس من أول جلسة لهلا. فالتمرين هذا مثل ما شايفينه يعني موجود معي هون أول شيء لاين وليث، موجود معي هون الأمر اللي حكيته هلا عبارة عن إكسترود وشيل، لاين وليث لاين وليث، هون ممكن نطبق له بيفل بروفايل، وهون ممكن نطبق له سويب لهاي الجسم. إذا دخلنا على التفاصيل اللي جوا هدول شو ممكن نعملهم؟ العقارب والأرقام تكست، تمام كله عبارة عن تكست، وهاي ممكن نعملها من زخرفي أو نرسم الرسم. هدول الزخارف كمان تكست مثل ما أخذناهم هلا. هذا التمرين ممكن أنتوا تطبقوه إذا حبيتوا تتسلوا فيه بالبيت، تمرين صعب ما نسهل منه، بس بصراحة اللي بيقدر يطبقه يعني خلص من عندي بقولكم أموركم بالماكس رح تمشي، لأنه ما أنا سهل يعني. فأنت ممكن تجربه، في درس رح نشوفه فيديو إن شاء الله. هلا هذا مرينا عليه، بس رح نمر على شيء ثاني هلا. ماشي خلونا نمر على الصور شوي. هاي طبعا كلها ضمن هالاطار هاد، هي مرسومه ماكس، شوف هاي التفاصيل يعني كلها هاي من ضمن الاوامر اللي اخذناها. هون بدي ارجيكم بس انه هاي الكورنيشات بيفل بروفايل، بابات
خزن المطابخ مثلا او حمامات كلها بتطبق ضمن هالاطار هذا. هلا انا ما تفهمني معلش نرجع لشيء ثاني كمان مرتبط بالسويب، هو انه الاشكال المقاطع ممكن تاخذوها، شو ممكن اختار لكم مقاطع، هي مجموعه انا جبتها مقاطع خشب هني للكورنيشات لتفصيلات، يعني ممكن نستفيد منهم. بس انا الفكره الاساسيه اللي بدي اياها منهم هون رح نضيفها هلا بتمرين، هو انه انا اذا شفت كورنيش عجبتني او تفصيله معينه او واجهه بمشروع خارجي وبدي اشوفها شوف او بدي اسرقها بالمشرمح، يعني كيف ممكن نطبق الشيء هذا بالماكس؟ فهذا الشيء بدنا نحكي عنه هلا. هدول عباره عن عناصر كمان ممكن نعمله باللون والليث، معقدات اكثر يعني، بس انا كمان حلو ممكن احد يوسع الفكرة يعني فيها جمعدانات. فنحن رح ناخذ مثلا، خلونا ناخذ هاي مثلا، هاي الصوره خلونا هاي بدي اشوفها شوف، امشي اخذ نفس الكورنيش بالضبط نفس التفصيل. فشو الخطوات اللي بدنا نشتغل فيها؟ ماشي خلونا نسخ، رح احط على السي مشان سهل عليكم، سي كنترول في، هاي الصوره اللي بدنا موجوده بال سي وبدنا نحاول نشوفها شوف. هذا هو التمرين اللي رح نشتغله هلا. طيب تفضل حدا يجي يساعدني الشباب، تفضل.
حرره من كل نقطه واعملها سموث. في شغلة كتير حلوة بالشيل، شوف أنا كيف عملت هذا الترجمة.
هون يعني اذا مرينا عليهم مجموعه مقاطع كبيره من اللي شفناها من شوي كان يعني كنا نستفيد منهم او يعني بالمستقبل انتم تعرفوا شو ممكن ترسموا. يعني في مقاطع كثير بتخيل الواحد معقده مثلا, يعني نحن بنشوفه بالواقع متخيله معقده بس هي بتكون بس عباره عن كم كسره. شوفوا هاي ممكن ندمج نحن زخرفي مع الشيء اللي عملناه. طيب انا ما بدي اتقل عليكم اكثر من هيك, اليوم كان كثير درس دسم نوعا ما يعني. ف